صاحب الجلالة نصره الله في الخطاب ديالو ديال العرش أكد على هذا المرفق الاجتماعي اللي هو الصحة، وحنا تنقولوا بأننا كأطباء القطاع الخاص مستعدين باش نخدموا باش تكون حلول بالنسبة للمواطنين، وأننا نساهموا في الرميد وفي إنجاح ديال هذا الرميد. هذه واحدة. ثانيا هناك تعريفة مع عمرها ما تبدلات من 2006، مع العلم بأنه القانون المنظم ديال 65/00 تيقول بأنه خصها تكون تتبدل التعريفة كل مراجعة كل 3 سنوات. ما وقعت شي مراجعة من 2006، ولكن هذا تيضر شكون؟ هذا تيضر المواطن اللي تيخلص من جيبه 57%، ألور كو خصو يخلص 30% إلا كان في الضمان الاجتماعي، ولا 14% إلا كان في لاكنوبس. اليوم هذا التجمع اللي جمع النقابات والجمعيات ديال القطاع الخاص، الواحد الهدف واحد هو النهوض بالمنظومة الصحية في المغرب. هناك مشاكل كثيرة في هذه المنظومة الصحية اللي كانت بدلوها مع الوزارة الوصية، التغطية الصحية، الأعراف ديال المصحات، التحفيزات الضريبية وال ديال الاستثمارات. اليوم الطبيب في جميع يعني المجموعات ديالو اللي كاينه، لا في اختصاصيين لا في الطب عام لا في، اليوم تجمعنا في هذا الاجتماع باش نعطيو حلول في المنظومه الصحيه اللي باش المغربي تحسن الصحه ديالو، لان لا يعقل بان حنا 35 مغربي وكاين 10 ديال المليون المغاربه اللي عندهم تغطيه صحيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.